السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة حلوة جدا للبطاطس المحمرة بمعلقة واحدة بس. هتخلي البطاطس بتاعتك لونها أصفر ذهبي من بره ومقرمشة جدا كمان، وجوسي وطرية جدا من جوه، حاجة كده في منتهى الجمال. طبعا البطاطس ما بنستغناش عنها جنب أي وجبة من الوجبات الأساسية، وكمان بنعملها سناكس كده واحنا قاعدين نتسلى بيها، أحلى من أي حاجة تانية، مفيدة وصحية ومغذية جدا جدا لولادنا. يعني كمان لو بتحمري بطاطس لولادك كده يقعدوا يتسلوا بيها، هتعمليها بالطريقة دي هتطلع ممتازة جدا، مش هيبطلوا يطلبوها منك، دايما هيقولولك عايزين بطاطس محمرة بالطريقة دي. شايفين البطاطس بتاعتي لونها أصفر ذهبي من بره ازاي، وكمان ناشفة كده ومقرمشة، شايفين جمالها، تحفة جدا. اما عن طعمها فطعمها رهيب حرفيا، مقرمشة كده من بره وطرية وجوسي ومعستلة جدا من جوه. شايفين شكل البطاطس بتاعنا، لونها أصفر ذهبي رائع جدا، أحلى من أي سناكس ممكن تتخيليه وممكن تعمليه في البيت، مفيدة وصحية وكمان حلوة جدا جدا جنب أي وجبة من الوجبات الأساسية. لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو. يلا بينا على بركة الله نشوف الطريقة بتاعتنا والمقادير بتاعتنا، وزي ما قلتلك السر في معلقة واحدة بس هتظبط معاكي لون البطاطس وطعمها بالشكل ده. أول حاجة معايا كمية من البطاطس، أي كمية انت بتحبي تعمليها على حسب عدد أفراد أسرتك. بجيب البطاطس وبقشرها، وكمان بقطعها، أنا مقطعها هنا بالسكينة بتاعة قطاعة المخلل، تمام؟ أنا كنت وريتها لكم في فيديو قبل كده، سكينة يعني سعرها بسيط جدا، ما هيش غالية ولا حاجة، بس بتغير في شكل البطاطس بالمنظر ده، بتخليه شكلها جذاب كده وحلو قوي لولادنا، تمام؟ وكمان التقطيعة دي عادة بتتقطع في مطاعم كتير وبتتقدم. دلوقتي السر في معلقة بس واحدة بس، هي ايه المعلقة دي؟ معلقة واحدة بس من النشا، هتفرق معاكي كتير في قرمشة البطاطس ولونها، تمام جدا بالشكل ده. انا بعد ما قطعت البطاطس بالقطاعة بتاعة المخللات، هبدأ ان انا اغسلها واصفيها تماما من اي مية، وبعدين بحط عليها معلقة من النشا على حسب طبعا كمية البطاطس. انا هنا مثلا معايا نص كيلو من البطاطس، هحط معلقتين كبار من النشا. خلي بالكم النشا بيتوزع يا جماعة تماما، وكمان بيكون موجود تحت في قاع البولة بتاعتي، يعني وزعيه حلو وما تحطيش كتير، تمام؟ يعني حطي حبة بحبة كده على اساس توزعيه كويس، ما يكونش مترصب معاكي، تمام كده. اهم حاجة وانا بوزعه واقلبه كده اتأكد ان كل حبات البطاطس اتغلفت تمام من النشا، شايفين شكلها من كل الجهات كده متغلفة بالنشا، يعني قلبي كده وما تقلقيش وما تستعجليش، قلبي في البطاطس والنشا معلقتين اتنين بس على نص كيلو البطاطس ده. دلوقتي في زيت غزير على النار، والزيت يكون حامي يعني سخن، يعني اول ما انزل فيه البطاطس تبدأ تاخد السوا على طول، تمام؟ ما يكونش زيت بارد واستناه لما يسخن بعد ما احط البطاطس، لا، اهم خطوة ان انا احط البطاطس في زيت غزير سخن. ببدأ اوزع الوحدات البطاطس كده بعيدة عن بعضها. لو انت بتقلي في حاجة عميقة زي حلة كده مثلا، حطيه وما تقلبيش فيه كتير، تمام؟ انما انا علشان بقلي في طاسة قلاية مسطحة، فهبدأ ابعد وحدات البطاطس عن بعضها. ايه كمان، خلي بالك هنا ان هو ياخد وقت اثناء التحمير، يعني مش هتتحمر بسرعة ولا حاجة، هتاخد معاكي وقت طويل شوية، من 7 دقايق كده ل10 دقايق في اول طاسة بتتحمر، هتاخد معاكي وقت، بس اهم حاجة تكوني مخلية بالك منها. زي ما قلت لك لو بتقلي زي في قلاية واسعة كده مسطحة، خلي بالك لان ممكن حروف البطاطس تحمر قبل اللي في النص، فلازم أن تكون ايدك فيها. انما لو بتقلي في حله فيها زيت غزير كده وصغيره، فخلاص حطي البطاطس بقى واديها اول تقليبه وسيبيها، بعد 7 دقايق اديها تقليبتين تانيين، وبعدين بنشيل البطاطس لما بتاخد معانا اللون المظبوط الاصفر الذهبي ده، شايفين جمال البطاطس بتاعتنا، وهكذا لحد ما بنخلص الكميه. يعني بعد ما بنشيل اول طاسه حطيناها تتقلي، بستنى تاني لما الزيت يسخن تماما ويكون سخن كده، بس خلي بالك هدي النار وانتي بتحطي البطاطس، هي مش بتفرقع ولا بتطشطش ولا حاجة،
بس برضو خلي بالك من ايدك وانتي شغالة. وببدأ احط الكمية التانية من البطاطس وهكذا لحد ما تخلصي كمية البطاطس اللي انتي عملتيها. شايفين بتاخد لون ممتاز جدا يا جماعة وهي بتتحمر كده، وزي ما قلتلك ما بتتحمرش على طول، بتاخد وقت شوية على ما بتظبط اللون بتاعها. تمام، انا هنا بوريكو ان انا بشيل كل مرة بحط فيها كمية من البطاطس، لما بتتحمر بشيلها وبرجع احط كمية تانية. تمام، لحد ما بخلص كل الكمية. شايفين اللون بتاعي لون رهيب رهيب ورائع يا جماعة، بجد تحفة، بجد لون اصفر ذهبي ممتاز جدا. كل ما بطلع كمية كده من البطاطس بتحطيها على منشف مطبخ، مناديل مطبخ، وبعدين بتستنيها ما تتخلص من الزيت بتاعها نهائيا، ما تخافيش خالص مش هتكون كمان متشربة زيت. وبعدين ببدأ اطلعها في طبق التقديم كده. شايفين شايفين رائعة في منتهى الجمال، يعني جنب الوجبات هتحبيها قوي. تمام، ولو لوحدها بجد هتعشقيها، كل شوية كده هتقومي تعملي ليكي ولولادك كده طبقين بطاطس وتقعدوا تتسلوا بيهم، طعمها تحفة. وجنب الوجبات مش هتستغني عنها خالص، الطريقة دي ممتازة، بمعلقة واحدة بس من النشا هتطلع معاكي البطاطس تحفة جدا. وكمان لما تجيبي بطاطس اطلبي بطاطس اللي هي نوع تحمير، لان البطاطس نوعين في السوق، يعني قولي للبياع اللي انت بتشتري منه البطاطس عايزة بطاطس تحمير، هتفرق معاكي كتير في الوصفة. شايفين الجمال، انا كمان ببين لكم وانا بخبطها كده ان هي مش طريه وبتتني مني، لا هي صلبه ومقرمشه من بره كده، جميله جدا. اما عن طعمها من جوه فهي جوسي بجد وطريه وحلوه قوي. شايفين اللون، شايفين مش متشربه زيت نهائي ولا اي حاجه، جميله جميله بجد، مش هتستغنوا عنها خالص. احلى سناكس، اطعم سناكس ممكن تعمليه، مفيد وصحي ومغذي جدا جدا، رهيب طعمه يا جماعة. وبالهنا، اشوفكم الفيديو الجاي على خير، باي باي.